تهيكل حسب قياس المشبت، يعني انا افضل هذا باع من ما شاء الله. استخدم هاي هاي بالحفر، واستخدم هاي همين بالقشط لهذا تعديل التربه، راح استخدمهن وياك. هذا يسمونه بلابل. ممكن تحفر هسه. هاي وحده جوا راح اشلحها. اي هاي بعودها جوهم، ان شاء الله فد ايام نصير مثلهم. شفت الشمس ما ترحم، يعني اكو وسائل هواي، يعني مثلا تكون احنا جاي الصيف والصيفنا ما يرحم يعني، فلازم هنا هسه هاي المتسلقات شوفوها. الله، السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة نبديها بالصلاة على محمد وآل محمد، وكالعادة نبدي منها. هسه عندنا شغل هنا بهاي الحديقة البرا، عندنا هواي بيها شغل. وهاي الأكاسيا شوفوها، هاي بدت ورودها تطلع ما شاء الله، باع 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 جمال الأوراق. هاي طبعا انا مخليها هنا حتى تظلل على هذا المكان، وتظلل على المحمية من الخارج يعني، مو بس من النار. وحبينا نشوفكم هذا الباعولة، هذا تتذكرون هذا المتسلق تشد زارعة بالحديقة الخارجية. هاي الحديقة والله مو حديقة، هي مجرد شوفوها شبرين ونص المسافة، والارتفاع مالها تقريبا نص متر الى تقريبا نص متر الى 70 سنتيمتر. ومسوي حوض من هنا للنهاية تقريبي 4 أمتار 5 أمتار. هذا بالخارج مسويه، زارع بيه هاي النباتات، وزارع بيه اشجار كبيرة. ممكن هسه هاي كاسية وفرشة البطل، وهاي شفتوا هاي ما اعرف ذبلت ماتت ما ادري، هاي المورينجا وبرتقال زارع بيها، وبعد هواي نباتات. سمو هذا حديثنا على هذا المتسلق. شفتوه يعني بالفيديوهات القديمة شلون مغطي هاي الوجه كله، كان مغطي، وفائدة بيحميهم من الشمس، من هواي التفاصيل، حتى من البرودة يعني. وبي ورد أبيض، اكو ست الحسن هسه موجود بديل، بس هذا انا اشوفه هذا هو يصفر نفسه بنفسه، يعني باع شلون صاعد من جوا ويبدي يصفر نفسه يصعد. هاي وحده هنا وحده هناك، ممكن انه شوفوها طالعه صاعده ما شاء الله مسافه بعيده. وهذا النسرين اسمه، هذا الورد قبل ايام شفتوه شلون حلو. هاي الاكاسيا، وبعد هواية اكو نباتات. وندخل للداخل نشوف شنو الوضعية اليوم، نسوي لكم جولة. هذا الفيديو بالخصوص يعني اتمنى تتابعونه للنهاية، لان بعض الاخوة انتقدوا قالوا انت همين حابسهم وانت كذا. مو بس تحكي على الناس اللي تعزل طيورها بالاقفاص، انت هم عازلهم وانت كذا، هيك انتقاد. فانا راح ارد على هاي المداخلات او الانتقادات، ما اريد اسميها انتقادات وانما مداخلات او التعليقات. هواي طبعا دائما تنعاد والله، يعني الفيديوهات القديمة عندي ودائما يشاهدوها بعض الاخوة وتنعاد، ويقولون انت هم عازلهم وكذا وكذا وكذا. فانا اتمنى تتابعون الفيديو للنهاية، لان بالنهاية راح يكون الرد. بادية تصعد طبعا، انا عندي بذور من يمها هواية، بس زارع ست الحسن وشوف يعني نموها كلش بطيء، يعني جبتها عرق من جوا. المهم فهسانة هاي عندي شوفوها، وهاي الاكاسيا ما شاء الله، وبعد هنا اشجار جوا يعني، بعد وحدة اثنين برتقال، وحدة هاي شو شنها ماتت هاي شوفوها، هاي المورينجا شنها ماتت والله. عندنا هذا متسلق النسرين همينه كلش بيدفع كلش حلو، فان شاء الله هاي ظللها من هنا. ومن فوق عندنا ذيك التينة، وهذا فالامور طيبة يعني، بالصيف ما نواجه مشاكل، الفضل لله عز وجل. وهاي الاشجار شوفوها، هاي الاشجار جوا بالحديقة صايرة غابة. انا ارغب هذا الشيء، صح خطأ، بس انا رغبتي هيج. اهم شيء شمس تدخل وهواء مباشر يعني بدون مصدات،
المصدات هي النباتات فقط يعني، ومسوي لهم منظومة رذاذ. هاي الرش الأمطار الصناعية يعدل مو بس صيف، صيف شتاء أي شيء يعني. شفتوا هذا الصيف انتوا، خاصة المشتركين الجدد يعني شافوا هذا الشتاء كله، هم ويانا قدامي يعرفون الوضعية. لا أغلف ولا أستخدم وسائل تدفئة ولا وسائل تبريد بنفس الوقت، ما عدا الأشياء الطبيعية اللي هي هاي منظومة الرذاذ، يسبحون الطيور، أظللهم بالأشجار يعني. هي هاي بالصيف اللاهب فقط يعني، إذا شفت الشمس ما ترحم يعني. أكو وسائل هواي يعني، مثل متسلقات تصعد فوق، هذا السعف موجود، هواي تفاصيل ثانية ومسائل ممكن أنه تغنينا عن تشينكو، تغنينا عن السندويش، وتغنينا عن ننظمها لظم ونسدها ونسويها ظلمة، ولا هوا يدخل ولا أمراض، وحدث ولا حرج. هنا الحمد لله والشكر لا أمراض ولا عبد، أشياء طبيعية وما نستخدم أي شيء يعني صناعي، ما عدا مرات بيوت هي شغلات ناعمة يعني، كل على الطبيعة. وهذا الشيء أفضل طبعا. هسه حتى أحد الأخوة قال لي شنو الضوء مشغل لهم، ضوء بالليل أو يسأل على الإنارة وكذا. شوفوا هسه الدنيا صبح فجر والله بعده، والطيور تقعد يعني، تقعد ويا النهار وتنام ويا ويغرب الشمس. فهذا الشيء هو اللي يساعدهم ومناعتهم تقوى، وحالهم حال الطيور اللي تعيش بالبساتين وها يعني الحرة الطليقة يعني. فهاي الطريقة المثالية. أنا ما شغل الضوء بالليل لهم، فقط قلنا بالشتاء إذا تمطر الدنيا والمطر لازم بالليل، وهذا يعني شغلات استثنائية نادرة يعني، نادر ما نشغل لهم الضوء. هاي بلاول عندنا، كل شيء عندنا موجود الحمد لله. والكناري، هذا الكناري شفتوه اللي مناعته كلش ضعيفة، الكناري بالأصوات، بس هو عايش وعدى ويانا شتاء وصيف وانتج وتكاثر، وما عندنا مشاكل ولا أمراض الحمد لله والشكر. فأنا دائما أنصحكم بهذه الطريقة، أهم شيء الزراعة طبعا. هنا شوف هاي يعني اشتكرا من عسان نبات شنو، وأسعاره كلش زهيدة يعني، بالمشاتل كلش زهيدة الأسعار. فأنصحكم بالزراعة، وهذا وقت الزراعة، ازرع اشجار صغيره كبيره زينه، حتى نبق هسه شبين نبق، بالعكس شجره مباركه وبلاش رخيصه يعني، اذا عد سولف بالامكانيات. وهذا هذا الحمضيات يعني 4 شتلات 5 شتلات تجيبها ب10,000 دينار يعني. هاي الاكاسي والله يمكن 3 ب4 والله ما اعرف ايش يعني، شغلات اللي فوق السطح طبعا، اللي فوق السطح يقدر يستخدم السطوله مال الصبغ يعني، سنادين كبيره تعتبر هي. اكو سنادين يبيعوها بالمشاتل، بس احنا نقول غاليه عليهم. حب جيب لك حب، هذا مال هذا يتحمل مو بس شجره، حتى تين تقدر تزرع بيها يعني. الاشجار الكبيره تخليها تصير تكبر كل الكبيره، تقدر تستخدم الحب يعني، الحب المي الفخار يعني، والفخار افضل، السندان الفخار افضل بهوايه من السندان البلاستيك. ومجرد تكتب باليوتيوب زراعه الاسطح راح تشوف الاخوه يعني ما شاء الله يعني، مسوي لك يا عبالك مو سطح. وهاي بدوا هذول اهل الطيور يطيرون طيورهم، ان شاء الله فد ايام نصير مثلهم. لان انا احب الزاجل، والزادي هيك اجواء هاي غيم، وهذا مال فك. يلا عين نبلش هنا نزرع وياكم ذني، واخواني زرعوا وانتقلوا من تربية البيوت الخانات الكذا لتربية المحميات، لان يعني شيء ثاني يعني. شوف هاي كلها بيها بذور، هسه هاي وحدة جوا راح اشلحها. اي هاي واعودها، هذا ورد اللي باسماء هواي طبعا، وما اريد نخوض بهذا الباعه. هاي
كله بذر، هذا مجرد تنشف هاي الوردة باولة، هاي بعد ما انفتحة واحدة، هذا مجرد تنشف تجيب هيج على هاي حطتها تحفر لها هي وكلها تزرعها، مجرد هذا قبابي ما اعرف شنو هذا، والله ما ادري يمكن قبابي هذا، هذا تزرعها هيجي تسقيها بمي، هي مو راح تطلع تنبت يعني، هاي مخليها انا للبذور للنباتات اللي حلوة زينة ما زينة، كلها العنكبوت كل شيء اكو هناك، مجرد هيجي تسقيها. طبعا انا بذاك الفيديو قلت لكم راح اشتلهن، فصارت لي شغلة وطلعت وما ما ما زرعتهن، هسه راح اشتلهن كلهن كله بعد بالسنادين، هسه راح اشتلهن بالقاع. طبعا هذا نبات الكاريزيا، كنا ما نعرف اسمه، واحد من الاخوة بالتعليقات قال لي اسمه الكاريزيا، هذا قبل ايام شفت عود واحد من الغصن مثل هذا واقع بالقاع، فانا سويت شتلته هنا، هاي السندانة شتلته، هو بالبداية ذبل بس هسه اشوفه بينمو، بينمو جديد يعني، هاي الورقة بعدها بي بعدها اخضر يعني، ممكن انه ناجح ناجحة طريقته، نقطع غصن ونزرعه مباشرة بالتربة، ممكن ناجح انا ما اعرف هسه ناجح ما ناجح، بس صار له فترة طويلة لو ميت شات يبس. طبعا هذا عنكبوت شغل تراقية يعني، نبات قوي جدا بس شنو ما يحب شمس، يحب اضاءة، اضاءة قوية يعني، ممكن انه يعيش تحت ظلال الاشجار يعني، ممكن انه بالحديقة الجو مشمس تحت ظلال الاشجار جدا ناجح، انا عندي شمس مغربة لا تدخل، جو مثالي بالنسبة إلى بالنسبة لهذا العنكبوت. طبعا هو لازم احنا نركز بالنباتات لان هي المحمية، محمية الطيور والنباتات، فالنباتات مظلومة اعلاميا، فاحنا نركز عليها بهاي الفترة. شوفوا هذا شنو، هذا عود من ناطالة عواصل اللي جاي، هذا يسمونه بلابل، ممكن انه هاي بعد فترة تكبر تكون اكبر من هاي النموات ونقدر نزرعها، هاي وحدة وهاي وحدة ما شاء الله، هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة، هواي هواي بي، هاي طريقة للتكاثر والطريقة الثانية للتفريد. نسبة هاي هاي مكونة نبات وحدها، هنا نبات وحدها، هنا نبات وحدها، ممكن ان نفردها ونبدأ نزرع كل نبات على حدة. هواي راح نزرع وياكم ذني سنادين، هسه راح نزرعهن هواي التربة، هاي الحديقة اللي بالخارج مو بالداخل، راح نزرعهن هسه نحفر الحفار ونزرعهن كلهن قبل لا يموتن، والصيف جاينا لاهب، استخدم هاي هذا بالحفر واستخدم هاي همين القشط لهذا تعديل التربة، راح استخدمهن وياكم. هنزرع وشوف ايش لقينا، هاي حلزونة واولها، طبعا هذا فائدتها شنو ما اعرف، بس اكيد هي يعني قبل فترة جبنا نباتات وشفتها بحد النباتات، حتى بدنا نشيلها قلت لا اخليها بالحديقة، هاي واولها، هاي حلزونة شنو وظيفتها ما اعرف، اللي يعرف يكتب لنا بالتعليق. جاي نزرع لقيناها، ما ادري شنو هاي طالعه، وين النباتات هاي لا تعرفون شنو هاي، راح اخليها انا ما اشلح، طبعا هذا الحشيش مال الحنطه مال الشعير مال الدمن، مال الدمن اللي يبقى كله راح اشيل اعطيه للطيور، بس هاي راح اخليها فتره ايام اذا ما شفت بيها فائده اشلحها. طبعا قبل ايام زرعنا هاي، والله قلم تعبان وما توقعت تنجح، هذا القلم مال ورد الصباح، ورد المساء العفو، وا شلون نظارة وحيوية بيها، عم تربة تربة هشه اولا وخصبه، هسه جاي نزرع نكمل ونوافيكم. هاي الطياره،
انا هاي الصبح الفجر شيء ثاني يعني، الاصوات والزاق وكلها تشتغل. هاي الطيور تقعد هسه يعني، هاي استوى كشف الجو. انا هاي بعد ما زرعناها هسه هاي العنكبوت المفروض تنزرع بسندان، بس انا زرعتها بالتربة حتى شنو، حتى نستفاد من يمها كأم ماية يعني، وناخذ من يمها الأفراخ إن شاء الله بالمستقبل يعني. هاي راح تصير الأم ماية، هاي العنكبوت العفو، هاي العنكبوت، هاي البخور باول النظارة بيها كلش حلوة، هاي أبو خنزر، هاي نهاية طبعا. هاي النباتات اللي هذا الكاليوس السجاد، وبعد هواي نباتات جوا. هاي طماطة طلعت طبعا وحدها، في هواي نباتات المفروض نفردها هسه. هذا الحلو هنا قريب علينا صوره معقوله ما شاء الله. ما ادري هسه هذا جامبو نص جامبو ربع جامبو، لا هو مو جامبو اصلا، هذا عندي كم واحد انا مخليهم بالحديقة ما شاء الله. طبعا الصبح جو ثاني، جو مغيم وحلو طبعا. حد الاخوة رادني شلون هيكل، شلون تهيكل المحمية، تهيكل حسب قياس المشبت يعني. انا افضل هذا باع منه من هاي الدنقة، هاي الدنقة يكون بقياس يعني، مو شلون ما كان يعني. اذا المشبت عرضه مترين خلي من هنا من هاي الهاي متر، حتى يقول بالنص يقوي متر افقي ومتر، هذا متر عمودي عفو ومتر افقي هيجي يعني، كل متر افقي ومتر عمودي يلاقي، وهيك حتى تضبط الهيكل مال المحمية. افضل طريقة هاي، لا تسوي وحدة هنا وقاطع هنا وقاطع بعيد، لا قرب القواطع، كل متر او متر ونص خلي قاطع، وقاطع عمود هيك عمودي نازل من فوق، وقاطع يلاقي افقي يعني، واحد يلاقي الثاني، واحد يلاقي الثاني. هاي الطيارة، حتى الطيارة نصور لك منها، طبت بالغيم راحت والله، بس مديت يدي على الكاميرا طبت بالغيم راحت. هذيك يا باولة، هاي مو من ضمن الحسابات بس لان حلوة شفتها. هاي قبل ايام قلنا لكم راح تطلع بذور مالتها، وهاي باولة هسه هنا هي صايرة سودة يعني، شوفوا هسه هاي لاحقة نقدر نزرعها. باعوا هاي، هاي ما لاحقة بعدها صغيرة، هاي مو كبيرة، او لونها مو اسود كلش. هاي باعولة بعد هواي طبعا، لقيت ثلاثة اربع لاحقات وقعت جوا زرعتين قبل يعني، ممكن هاي يعني بذور تطلع بمكان، كل زهرة تطلع بذر يعني هواي، بس انا اكاثر بالطريقتين، هي بهاي البذر ازرعه مباشرة واقطع وازرع، ضاعوا اقطع منه مثلا اي غصن تقطعه تزرعه عادي ينجح يعني، وبالدليل وشفتوهن يعني ذنيتش الزارعين بذاك الجانب شلون نمواتهم طالعه ما شاء الله. بدي احول موضوع الخانات، اقول هاي الطيور خطيه يعني، شوف هسه هذا مكان ما شاء الله واسع، ويعني تقدر تسوي باقل التكاليف. فشفت بعض التعليقات يقول هو هذا سجن وذاك سجن، زين يقول هذا همين حبس وهمين مقيد حريتهم يعني مفاد التعليق يعني هيك وصلني يعني، يقول هذا هم مقيد حريتهم مخليهم حاصرهم في هذا المكان وهم ما مطيهم الحرية الكاملة يعني. شوف هذا الحال بعيني هالأيام، يحلى بعيني كلش. المهم ف انا احب انوع على فد موضوع يعني، هسه مثلا بذات الله انا لو ما
لو ما اكو بعض الطيور خلي استذكر هذا الموضوع قبل لا انساه. بعض الطيور يمكن الاخوه المتابعين قدامي يعرفوها، تشجب الطير يعني ابو حناء يسمونه. هذا طير يعني هذا بري يعني ما له علاقه لا لا يتعايش لا بالاقفاص ولا بالكذا. خليته بالمحميه، ظليت فتره طويله. طبعا هو تاقلم وصار يخبل يعني الوانه صارت كلش حلوه، وطير يعني صار حاله حال هاي الطيور، حاله حال الفنادس، وبينما هو بري يعني ما له علاقه بالموضوع. فدورت على نفيه ما لقيت له صراحه، وايد دورت ما لقيت له، لانه هو طير مهاجر. ففتره من الفترات قلت هذا خطيه يبقى هنا، والله قضيته طلعته طيرته، لانه هو بعد هو اصلا ما يخدمني. فمن هسه شي قل لي واحد من الاخوه، قل لي اطلق صراحهم لو تقدر تطيرهم يعني، هذول الفنجز مثلا هسه او الكناري، هذا مو بلده. لو بلبل اي مثلا نقدر نطيره، نفتح نطلق صراحه ونطيره هسه. بس هسه انا البلبل عندي اليف ما اقدر اطيره، ليش؟ لانه اليف. هذا بس اطلع بشارع هسه يروح قبل يشوف له واحد يخلي، خاصه لو واحد يدخن بس يشوف واحد طلع جيجارته يحط عليه ياخذه ويخليه بقفص وينحرم من هاي المتعه يعني، هاي الجنه يعني حسب رايي يعني. انا اقصد الطير اللي ممكن انه نطلعه برا ونطلق صراحه يتعايش مع اجواءنا، يلقى له مثلا نفيه ويلقى له اكو جنس ثاني مثلا اللي يتكاثر، ما مألوف للبشر ما يصيدونه، ممكن انه قبل اطلقهم بدون تردد والله. والدليل كان عندي هذا ابو حنا، او كان عندي القطه، شفتوا القطه بفيديوهات، القطه اللي ممكن ان تشوفوها بفيديوهات هوايه، سويت عليهم حلقات وتكاثروا عندي وبزروا هنا، طلعوا افراخهم طلعت. وبعدين وصلت لمرحله انه القطه صعب يعيش بالمحميات. هو عاش وبزر وتأقلم وتكيف وأكله طبيعي، هو طير بس من يأمن يلا ينتج زين. هو أمن وأنتج عندي، بس أنا أشوفه خطية صراحة. شفت هذا مكان واسع قدش كبره، بس أنا أقول خطية، لأن خطية يطير هذا يهاجر ويطير من بلد لبلد، وهنا أنا مخلي مساحة كبيرة وإن كانت يعني محمية كبيرة، بس هو يريد مساحات مفتوحة يعني. خذتهم وثلاثتهم وطيرتهم وصورت لكم ووثقت لكم الحالة من طيرتهم. فواحد من ينتقد يكون يعني ينتقد انتقاده يكون منطقي يعني، مو أنا أجي أكتب تعليق وشو ما كانوا السلام عليكم، لا. طبعا اغلب التعليقات جاي تجينا متاخره على موضوع الهدهد اللي كان عندي. طبعا الهدهد انا جبته مو صايده، هاي وحده. ثانيا انا اسعفته، لان يعني هو واقع، كان بوقت حر واقع وجبته من الشخص اللي لازمه، وطاب عليهم للبيت جوا يعني، وخطيه ما يقدر يطير، وطيته قبابي وطيته اكل دود وهذا. وشفتوه شلون قام يطير بالحديقه، وهذا صار اليف طينه يعني، قمت اطب للحديقه قبل يجي عليه، لان هذا اكضه واروح اطيره ويشوف له واحد ويحط عليه وين يوديه؟ يخليه بقفص، لا يروح يبيعه، ويبيعه وين؟ يرجع للقفص، وثلاث ايام يموت الهدهد، ثلاث ايام يموت. ليش؟ لان هذا اكله نادر يعني، كله قبابي وحشرات، ويطلع الدود. شفتوا يطلع دود؟ والله هذا من الثيل يطب، ما ادري من يطلع، حش قد دورت بالثيل ما لقيت من يطلع الدوده ما اعرف. فالطيور اللي ممكن انه تتعايش طبيعي مع الاجواء نطلق صراحه يعني، بس مو اجي اطلع الملكي، مو اجي اطلع هذا الطيور هسه. البلبل انا ممكن يعني البلابل العراقيه ممكن نطلعها ونطلق صراحه وخلت راحت، بس البلبل قلنا لكم لان اليف، هذا البلبل الفحل عندي اليف.
والنفير راد للنفير، فأنا لهالسبب يعني جبت النفير الوحشية. الفنجس هو هذا مو مستوطنة ولا بلده ولا المكان اللي ممكن أن يتعايش به، وحتى وأن أنا مأقلم هنا على أجواء الصيف والشتاء وهذا، وين يروح؟ يطير هنا بالغا، يشوف له حديقة، يشوف له شجرة، هذا يفكر عليه، يعطش يشرب من المجاري تكرمون يعني، أكل يعطي يجوع، يروح للمزابل يدور بالمزابل، وبس يشوفه بني آدم قبل يركض وراه، هذا فنجس هذا فنجس، لأن الطيور مو عصفور هو وحتى تقول مألوف إنه وهذا لا، فمن الصعوبة نطلق هيك طيور بال. أنا مجاراتاً الانتقاد قلت لي اطلق صراحة، مدى أنت تقول هاي حبس وهذا حبس وهذا. ثانياً عدة مرات الله شاهد على كلامي، عدة مرات الطيور تطلع بالخطأ، يعني لو باب نخليه مفتوح ننساه مفتوح، لو هذا يزرق جوا الباب من جوا الباب ويطلع، لو هذا لو فتحة بالسقف ويطلع من يمها، والله يبقى يومين هيك يريد بس يدخل، يظل يصعد فوق يدور هنا، ينزل بهاي الحديقة الخارجية يريد بس مكان يدخل من يمه، ولو ما شايف أكل هنا وشربه هنا ومعيشته هنا ومرتاح بالمكان، ما يظل رايح جاي حتى يريد يدخل. ومعاناة قبل فترة شفته هاي الملكية طلعت، طبعا الملكي ممكن أنه يتعايش، يشوف له في حديقة كبيرة، يشوف له بستان هذا يتعايش، بس مين تجيب له نفية، مين تجيب له فحل إذا هي نفية أو هي فحل، صعبة صعبة يعني. هاي الطيور ما ممكن أنه أفضل وسيلة الاقتناء هنا هي هاي الطريقة، ضعف محمية يعني كأنما طبيعة مصغرة، لا حرمهم من أكل، لا حرمهم من شمس، لا حرمهم من جوهم الطبيعي. فأنا من أنتقد أريد للأفضل يعني. شوفوا هاي من أقول خانات، لا الخانات الأقفاص الصغيرة أذية، أكو بعض الخانات كبار يعني مو صغيرة يعني كبيرة، وطير ما أخذ راحته بيها وينتج وكذا، بس ما ممكن تساوي هاي الطريقة ضعوها يعني. من يجي نقارن هذا هاي الطريقة بالخانات، وإن كانت حلوة وديكورها وكذا وكذا وكذا، بس هنا أنا أفضل بهواية، أفضل للطير وإلك يعني إلك. بغض النظر عن موضوع الإنتاج منه أفضل ومنه عيوبه ومنه هكذا، لا أنا أقصد بصورة عامة يعني، المعمية لازم نسويها أنت وبعدين نقسم خانات، شو سوي أكو طيور ما تتعايش مع البقية، فتقدر تسوي لها خانات وتعزلها. فأنا موضوع انتقادي مو انتقاد لاذع، وإنما ولا انتقاد يعني هدام، وإنما بالعكس انتقادي بناء كان، وهو مو انتقاد بقدر ما هو نصيحة، بقدر ما هو يعني شيء حلو وحبيت أنقله لكم يعني، وأتمنى الكل يسوي مثل هاي الطريقة. فالإخوة المنتقدين يعني صراحة ما أعرف، أنا هسه يجي واحد يقول لي يابا أنت أخوهم عازلهم أو هم ساجنهم، تعالوا طلعهم طيرهم، إذا أنت تقول هيك عزل وحبس وسجن، يعني هذا كلام منطقي والله. أنا بس أد أسألكم، هذا منطقي الكلام يعني؟ أنا طير هذا الطير اللي فنجز مثلا، هذا يروح يهبد بشارع يطيح ويكضون الجهال، وتعالوا وين يودونه، يخلونه بقفص ويودونه للجمباز يبيعونه، مشكلة. مرات واحد يكتب تعليق هيجي مجرد هيجي، ما أعرف. على العموم طبعا الفيديو خلاص، وإحنا ما داخلين بالحديقة، ها اليوم التصوير كله هنا، الفيديو صار طويل هسه، ونختم ونعاود وياكم بفيديوهات ثانية إن شاء الله، وانتم تحملونه مرات واحد يضوج من شغلة، يضوج من تعليق كذا،
فنسولف احنا نسوالف هي ترى انا كل شيء ما مسوين بس سوالف لا حضر ولا ابد ولا تحياتي للجميع.